رياضة المشاهير مستمرة معي. ضيفت اليوم ممثلة كويتية مدريدية، شخصية غامضة فيها مشكلة، كل مرة تغير اللوك مالها، مرات ما تدري إيه الممثلة أو واحدة ثانية. تعالوا معي. هاي محمد، شخبارك؟ هاي ممثلتنا غزلان الكويتية، حياك الله. الله يحييك يا ربي. مدريدية؟ طبعا مدريدية. من متى حبيتي مدريد؟ يعني من مدة، أنا على فكرة متابعة بصمت، ما لي شغل بالبلبلة اللي يسوونها بين النوادي وروح رياضية. أنا عندي عتب على البنات، يحبون مدريد مو عشان هذا النادي الكبير وقواله، عشان رونالدو، إنه حلو شكله وملامحه وشعره واقف. شوف، هو رونالدو ينحب خصوصاً إنه هو ماخذ المرة الخامسة اللي هو لاعب على التوالي، ويعني ما أشوف غلط أن الواحدة تحب كريستيانو رونالدو. يعني في جول مثلاً تذكرينه حقه، يعني إن هالجول أتمتع لما أشوفه. إن شاء الله ما أحفظ كل أقواله ولا. هذا أنت جوكم بنات، إنه مجرد مدريد عشان رونالدو. مو عشان رونالدو، والله مو عشان رونالدو. كريستيانو رونالدو. منو لاعب بأوروبا مثلاً تكرهينه؟ طفرتش اللاعب لما تشوفينه؟ ما كره. ودك تطقينه؟ أنا ناس تضرني ما أكرهها، إنه ناس ما أعرفها أكرهها ليش؟ العادة مثلاً اللي يحب رونالدو يكره ميسي. لا. لا ما له شغل، ما أكره ميسي. ما تكرهين ميسي. قلت لك روح رياضي. متى حبيتي هذا النادي؟ من زمان، يعني ما نقول من زمان، من زمان، الحين عمري 25 سنة. يعني يقول صار لي 3 سنين بالكرة وهالسوالف. دوري الكويتي. ما تحبي بالكويت؟ هذه ويلك من الجمهور يبونك. قتساوية. الحين جمهور عربي ترى بروح انت كومنتات يعني في بروفايلك بين لهم. لا تكفى. المرة قتساوية جمهور عربي راح يديك. شوفوا انا قتساوية مدريدية هلالية. هلال. اصدقين شيء الاحظ اللي يحب الهلال، الهدف ان ابي جمهور السعوديه عشان يحبني، جمهور السعوديه يطلع الفنان. شوف، هو جمهور السعوديه يطلع الفنان، بس مو كل جمهور السعوديه هلالي. يعني في نوادي النصر، في غيره وغيره وغيره وغيره، بس يعني مو شرط الواحد يختار الهلال عشان يطلع من الجمهور السعودي، لا، يمكن هذا النادي فعلا احنا نحبه. غزلان بيلش على اسئله الجد، بس بروح الناحيه الثانيه من الملعب. حياك فيها. يلا ممكن يعني ماشي. يلا. الجد يا وقته نكنيم ليش غزلان الكويتية؟ يطلعي بس بك. لأن اخترت النكنيم لأني ما أبي أحط أي شيء عن حياتي الشخصية، أساس أن أنا بعدين أقدر أعيش حياتي as a normal person. يعني لما تمثلين العادة أن واحد يرفع اسمه يكون اسم قوي، يعني حالاته مثلا باسمك بعدها اسم الوالد، يعني ليش نكنيم؟ شوف، هو لقب أكثر ما هو نكنيم. يعني فقلت لك ما بي أي أحد يتعدى خصوصيتي وحياتي الخاصة. في البعض يقول إن ترى تعانين من نقص معقدة، ليش مو طالعة باسمك؟ تردين عليهم؟ ما أدري، أنت تشوفني أعاني من نقص؟ أنا ما لي شغل، هم يقولون. أنت تشوفني معقدة شيء؟ أنا مني ما أجاوب. أنا إنسانة صريحة زيادة عن اللزوم، أوكي. مو طالعة باسمي لأن هذا الشيء يخصني أنا، ما يخص أحد غيري. ومجال التمثيل بالنسبة لي هواية، مو شيء يسيطر على حياتي الشخصية. ليه مثل مغرورة؟ يعني مثلا في بروفايلك 100 وشيء الف متابعه، ولا احد متابعه. انا مو مغروره، شوف انا بوصل لك المعلومه صح. هي مو فولوينج، مو متابعه احد. مو متابعه. كنت متابعه بس مرات خلاص اي فيل بورد وامسح، اشيل الفولوينج، ما ابي اشوف احد خلاص. يعني ما عندك مثلا واحده غاليه مثل جاتك، احد من اهلك؟ ايش دراك ما عندي اكونت ثاني. انا يعني هذا في شخصي مثلا. يمكن في شخصي صح. زين، ما شاء الله كومنتات وايد في بروفايلك، ما تردين على احد؟ مو ما ارد على احد، ارد في حدود. وبعدين انت ما تشوف البرايفت مالي، ففي ناس تسولف بلباقه ارد عليه، في ناس ما تسولف باسلوب محترم ما ارد عليهم. في ناس يقولون ان ترى في بروفايلك مبالغه، وايد مبالغه باللبس مالك، يعني ما ادري ما ايش هدفها. انت تشوفني ان انا قاعد ابالغ بنفسي؟ انا ما لي شغل، هم يقولون. مو عن هم يقولون، هم كيفهم خلي يقولون اللي يقولونه، لان هذه حياتي واللبس اللي قاعد اطلع فيه انا قاعد اطلع فيه عادي. وين قاعد اطلع؟ قاعد اطلع بالشارع، قاعد اروح اتمشى بالسياره، فهذه حياتي ولبسي الخاص. هذه طبيعتك يعني؟ هذه طبيعتي وهذا سنابي، واللي ما يبي يشوف لا يحب. الحين اتكلم على الانستغرام، عرفتي في صفحتك انه في البعض يقول انه صور صراحه جريئه. شوف انستغرام شوي نوخر انا، لان انستغرام فيه يعني في رقابه اكثر، فبس هم انا ما اشوف ان انا قاعد اسوي شيء غلط.
في بروفايلك ولا مشهد تمثيلي حاطه، يعني انت ممثله. عاد صدق ذاك اليوم بغيت انزل مشهد تمثيلي. ولا مشهد، يعني غريبه مثلا اتابع فنان ولا مشهد حاطه. انا اقول لك اذا انت متابعني، اذا متابعني سناب، انا قبل فتره حطيت تليفونات كذي مكسره طخ 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 طخ. فهذه يعني كل ما اعصب القى تليفون بالطوف، فشنو صار عندي؟ ولا مشهد. عصبيه؟ صبورة زيادة عن الحد لازم فانفجر. في أحد تصاريح أنا أمثل جميع الأدوار وأي دور يعني يعطوني إياه، أي دور معقول أي دور يعني؟ شوف هو مو أي دور، على حسب نوع الدور اللي أنا أطمح له. يعني في أدوار أوكي ما راح أسويها، وعلى فكرة هذا التصريح اللي أنت شايفه هو مفبرك، لأن التصريح هذا ما كان بهالنطق أو بهاللفظ، بس هم محوروا بما يناسب الصيغة مالتهم. صدق تمثلين أي دور؟ يعني حتى لو مثلا دور بعيد عن عاداتنا وتقاليدنا وراح تكون فيه شوشرة لما تمثلينه. شوف ترد تقول لي لا يعني ممكن؟ لا. شوف هو الموضوع بعيد عن العادات والتقاليد وكل شيء، لأن وايد يهاجموني من ناحية هالعادات والتقاليد، وأحب أقول إن أنا حتى لو مثلت أي دور يعجبني، لأن أنا أمثل نفسي ما أمثل أي دولة ولا أي عادات ولا أي تقاليد. في ممثل لما أشوفه أنزعج، أو حتى لو يوم من الأيام عمل وياه ما بيمثل وياه؟ ما في. ولا ما في، يعني كل أحد عنده أحد، مثلا في مجال الإعلام. لا 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 بلا بلا بلا، عبد الناصر درويش ما تمثلين وياه؟ أخاف منه. ليش؟ اخاف انا من اول ما طلع على الشاشه، اذكر كنت اخاف من يطلع ما اخاف انه قطات والامور يعني، ولا مو بس قطات، اخاف منه هو كشخص. انا اسفه جدا استاذ، بس انا صدق اخاف منه. وذا يوم من الايام دق عليك، يعني الكل وده يمثل وياه، الكل ممثل عريق وفنان كبير، الكل يقول انه هو دمع عسل وشربات، وانه هو وايد حبوب وايد جنتل، وانه يعني هم من اهلنا يعني يعرفوننا، وفي يعني كونكشن بينهم، بس ان انا كذي من الطفولة وأنا أخاف منه. شنو جديدك؟ هو حالياً ماكو جديد، لأن قلت لك أنا باخذ بريك حالياً، وأعوذ بالله من بيس، وايد عروض انعرضت علي، بس أنا ما يعني مو هذا الشيء اللي أنا أبي أوصل له، ولا هذا الشيء اللي بحققه عقب ما كان نجاحي بكحل أسود قلب أبيض. تمثيل وأكل خبز؟ لا صدق؟ ما يأكل خبز. يعطيك العافيه الفنانه غزلان الكويتيه، اسمها صدق اللي ما اعرفه، اتوقع واحده عارفه. الله يعافيك. يعطيك العافيه ما قصرتي. متابعينا شوفوني فيه تقرير جاي مع ضيف ثاني، فما الله.